انتشر بسبب افكار استثمار الحقيقه مشاريع في جنوب بغداد. في عملاق اصبحت في قالب تصنع كذا يعني داخل محافظه داخل بغداد يعني اكو ميزانيه انوضعت الى مثلا خلينا نقول مجار الطارميه زين اللي هي لليوم ما كامله. هاي الميزانيه اللي بنت بها مجار الطارميه يمكن لو تاخذها تصرفها على محافظه اخرى سوى بها مجار محافظه كامله استاذ. يعني بالنسبه للواقع الخدمي في اطراف بغداد واقع مزري جدا، واقع مؤسف جدا. من يتحمل هذه المسؤوليه بصوره كامله هو محافظ بغداد. والسبب راح تقول لي ليش السبب محافظ بغداد؟ السبب محافظ بغداد لان يعني اليوم محافظ بغداد ينطي مشاريع الى شركات غير رصينه. اليوم انت من تجيني تعطيني مشروع حيوي مثل مشروع مجار الطارميه الى شركه يعني لليوم ما انجزت حتى 30%. خلاص هذه الشركه اسحب من عندها العمل واحيلها لجنه تحقيقيه وافسخ وياها العقود واخليها تدفع غرامات. مشروع اخر عندك مثل مشروع تبليط الحسينيه مثل ما ظهر الاستاذ كامل. اسمعني استاذ. وياك محمد. ايه مشروع التبليغ. الحقيقه مشروع التبليغ في منطقه الحسينيه ناشط فيه الاستاذ كامل. طبعا انا حي على الشجاعه، اول مره شفت نائب مجلس النواب يظهر ويقول عمي هاي منطقتي وهيش فسادها وهيش سوقها وهيش مشاكلها. يعني شركه تجي تاخذ مقاوله، المقاول ما عنده فلوس، يقول لك انا ما عنده فلوس، يستغرب مبلغ مالي، يستغرق مبلغ مالي من المواطنين حتى يكمل مشروعه. اخي زين انت مصروف لك موضوع، مصروف لك ميزانيه من المحافظه على امن القضايا، مصروفات لك ميزانيه تشغيليه، انت عليك تجي تدفع المواطن مبلغ مالي حتى تقاومه يعني. هذا ما صار بالتاريخ، حتى في افريقيا ما صار مقاول يجي يستغرق من المواطنين حتى يكمل مشروع. زين. عندك موضوع اخر وهو موضوع جدا مهم. اللي هو؟ موضوع اطراف بغداد. اليوم اطراف بغداد احنا عندنا بلديات اطراف بغداد. شنو انجاز بلديه اطراف بغداد؟ مدير بلديه اطراف بغداد شنو انجازه؟ صار له 16 سنه بالخدمه، شنو اللي قدمه لاطراف بغداد؟ اليوم تعال ادخل الى اطراف بغداد في ابسط مطرح، تفيض اطراف بغداد كلها تفيض. كلها تفيض، لا مجاري، لا مي، لا كهرباء، لا خدمات، احنا الى متى نفضل ناشط؟ الى متى؟ هاي حقوقنا، احنا اليوم ما جاي نستعطف ولا نستجدي هذه الحقوق، هاي حقوقنا احنا كمواطنين. اليوم انا داعي محافظ بغداد بابسط حقوقنا اللي هي الخدمات اللي هو التبييض. روح شوف محافظه الانبار اخي، روح شوف محافظه الانبار التبييض الباب البيت. مناطق صحراويه ومناطق ريفيه التبييض الباب البيت، ليش يا محافظ بغداد يعني هذا؟ يعني ما عندك ميزانيه؟ لا انا اقول لك عندك ميزانيه تشغيليه ودي تشتغل ودي تعمل عليها. ما عندك فلوس انطوك الامن الغذائي، وين الفلوس الامن الغذائي؟ شنو قدمتوه بالامن الغذائي الى اطراف بغداد؟ روح شوف الطارميه، روح شوف المشاده، روح شوف الحسينيه، الحسينيه اقسم بالله منطقه منكوبه، منطقه منكوبه الحسينيه، قضاء الزوراء قضاء منكوب، لا تسوي احنا مظاهرات في قضاء الزوراء، روح شوف قضاء الزوراء شنو وضعيته، يعني حكم تبليغ، حكم تبليغ تمشي عليه ستوته، ستوته التبليغ تمشي عليه، او دباجه ماطور يمشي عليه يتخسر، يتموج التبليغ، يعني هذا التبليغ شنو يسكر؟ امين؟ شنو من تبليغ هذا يشتغلون به؟ هاي المقاول كل اللي يشتغله، اي شركه هاي اللي تشتغل هاي الامور، يعني الحقيقه احنا باطراف بغداد استاذ. يعني صار اهمال يعني اهملنا اليوم من زمن صدام حسين لليوم ما سووا لهم شارع براس الحرب اطراف بغداد، مدرسه ما سووا لهم براس الحرب، نعتمد على الدول الخارج، تركيا تتبرع عندنا بمدرسه، الكويت تتبرع بمدرسه، دول الخارج تتبرع عندنا بمدارس، عايشين على دول الخارج اليوم احنا.